السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوبن اي اي عمل صفحة بتشرح فيها موقفها من ايلون ماسك. ايلون ماسك كان من المؤسسين، ودلوقتي انقلب عليهم ورفع عليهم قضية بيتهمهم ان هم مش ماشيين على السياسة اللي المفروض تأسست على الشركة، انها غير هادفة للربح، وانها المفروض انها مفتوحة المصدر، وان هم تحولوا للربحية، وده تأثير دخول مايكروسوفت عليهم، وان هو ده هتبقى احتكارية وحاجات زي كده. فاوبن اي اي راحت طلعت نزلت البيان الرسمي دوت، وراحت غسلت فيه ايلون ماسك. قالت ايه؟ قالت ان في 2015 ايلون ماسك كان متفق مع سام التمان وجريج بروكمان، الاثنين مؤسسين اوبن اي اي، وهو كان بيدعم ليهم عشان تكون منافس قوي لجوجل، ودفع 45 مليون دولار، وباقي المستثمرين دفعوا 90 مليون. فالتمان وبروكمان قالوا يلا نجمع بقى دعم مالي 100 مليون عشان نمول ابحاث ونوظف افضل ناس في الذكاء الاصطناعي ونجيب سيرفرات والحاجات دي كلها. فايلون ماسك قال لهم لا، ده رقم تعبان، احنا هنجمع مليار دولار. فالشركه بدات تشتغل، لكن اكتشفوا في 2017 ان المليار دولار دول ولا حاجه ومحتاجين فلوس اكتر. وعلى فكره بداوا دلوقتي يتجهوا للسعوديه عشان تمول المشروع بيبقى بشكل اقوى بكتير. طيب بدأت بعد كده مناقشات بين ماسك والتمان وبروكمان ان احنا لازم نزود الدعم المادي. فهو ايلون ماسك طرح عليهم انها تبقى جزء من الشركه بتاعته. الشركه اوبن اي اي هتبقى تحت تسلا، وتسلا تبقى المول الرئيسي بتاعها، بس هو يكون مسيطر على كل حاجه، فيعني هو هيشتريها يعتبر وخليها تحتيه. فرفضوا، قال لهم طيب احنا ممكن نعمل شركه تحت الاوبن اي اي ويكون هتفر الربح، بس برضه يبقى انا ليا الحصه الاكبر وليا سيطره على مجلس الاداره وابقى مدير تنفيذي. فرفضوا. فايلون ماسك بطل يمول وبطل يدفع للاوبن اي اي، بيضغط عليهم عشان يوافقوا ان هو يستحوذ على الشركه. فواحد من ريد هوفمان ده واحد من اول المستثمرين ومؤسس لينكد ان بدا يضخ ملايين عشان يكفي احتياجات الشركه وما تخضعش لايلون ماسك. في 2018 الشركة لسه محققتش أرباح، فإيلون ماسك راح سايبها وقال أنا هعمل شركة لوحدي، وبدأ بقى يشوف بقى موضوع شركة إكس دي اللي محدش عارف لها راس من ديل. وإيلون ماسك بعت لمديرين أوبن إي آي قال لهم أنتوا حتى لو جمعتوا يعني مئات الملايين من الدولار مش تعمل حاجة، لازم مبلغ كبير ولازم توافقوا إنها تسيطر عليه. فإيلون ماسك قبل ما يمشي بالشركة بعتوا له إيميل قال له إحنا بدأنا نحقق جزء من الأرباح ومستمرين في كلمة اوبن، ان احنا نبقى فاتحين المصدر وخلي كل الشركة برضو المعلومات فيها متاحة الناس تقدر توصل لها. طيب فبعد كده اوبن اي اي نزلت في 2022 واكتسحت السوق وكان حاجة قوية جدا. فإيلون ماسك قاعد يتريق عليهم وبدأ يعمل مشاكل كتيرة، حتى بدأ يطلع وثيقة ويمضي عليها وناس كتيرة جدا مشاهير ان هو يوقفوا التطور بتاع اوبن اي اي. هو طبعا مش قصده تطور علمي ولا حاجه خالص، هو قصده اسكتوا شويه لحد ما نعمل الشركه بتاعتي وابدا انافسكم. وراح عمل حاجه اسمها اللي هو اكس دوت اي اي، وبعد كده خلى تويتر اكس دوت اي اي، وعمل روبوت برمجي اسمه جروك اللي هو يعني بلح ما فيهوش اي حاجه خالص. فدي بقى الفضيحه اللي هم عاملينها، وبداوا يشرحوا الموقف بالتفصيل اللي انا قلته لكم دلوقتي، وحتى الايميل اهوت الايميلات اللي اتبعتت بين فلان وفلان. وطبعا كل الحاجات دي حطيناها سكرين شوت، تمام، يعني تروح المحكمه جاهزه. ودي الناس اللي شاركت. ف يعني شايف ان هو حل جميل جدا ان لا نوضح ان انت مش كل هدفك موضوع ان البيانات تكون مفتوحة المصدر، هدفك الربح في الاول وفي الاخر. لما تفش مصالحك بتبدا تقول بعض الحاجات يعني اللي مش هي دي الحقيقة. تعال نشوف الحقيقة فين، وان انت كنت هدفك للربح، لكن لما ما وفقناش ان احنا نبقى تحتيك اضطريت بقى ان انت تلجأ بقى لشعارات مش حقيقية. بس دي قصة الخناقة اللي كانت دايرة اليومين دول.